وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. فوز النادي الأهلي في أولى مبارياته في دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فوز أول من 4 سنوات. لم يحدث أن فاز النادي الأهلي على أو في افتتاح دوري المجموعات. إذن يفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء، وكان من الممكن أن تكون أهداف أكتر من كده. هنتكلم عن كل المباراة. الهدف الأول في الدقيقة 65 من ناصر ماهر، أحرز هدف المباراة الأول ناصر ماهر في الدقيقة 65، ثم علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 79. أضاع نجوم النادي الأهلي الكثير والكثير من الأهداف، ولكن يظل محمد الشناوي هو أو لقطة محمد الشناوي في إبعاد هدف التعادل لصالح فيتا هي اللقطة الأبرز في هذه المباراة. خلينا بس ألف مبروك يا كابتن ماهر، 3 في بداية المشوار. ألف مبروك للنادي الأهلي، مجلس إدارته وجهازه الفني واللاعبين وجمهور النهاردة اللي شرفنا بصراحة من أول المباراة لآخر المباراة. بنحيي المنظومة الرياضية للنادي الأهلي النهاردة. الفوز وأداء كمان من خلال شوطي المباراة، النادي الأهلي استغل كل الفرص اللي جات له، يمكن أضاع أكتر من حوالي 6 فرص في الشوط الأولاني، لكن الشوط الثاني قدر أنه يسجل هدفين، هدف لناصر ماهر البديل الكف، ثم الهدف الثاني ضرب الجزاء لعلي معلول. تمام، ألف مبروك كابتن بلال، كيف رأيت المباراة؟ الله يبارك فيك. طبعا مبروك لجمهور النادي الأهلي. طبعا مباراة صعبة، دايما البدايات دايما بتبقى صعبة. النهاردة حتى البداية كانت مختلفة شوية مع فريق كبير، فريق منظم، ساعدنا الحمد لله يعني الحظ برضو ان هم طرد منهم لعيب، والمباراة ساعدت علينا بشكل كويس جدا، قدرنا ان احنا نسجل هدف. كان ممكن النتيجة تطلع اكتر من كده، كان ممكن النتيجة تبقى افضل من كده والاداء يبقى افضل من كده لو كنا قدرنا ان احنا نستغل كل الفرص اللي اتيحت للنادي الاهلي في الشوط الاول. فرص كتيرة، رمضان صبحي، وليد سليمان، سليف كوليبالي، كورتين يمكن. فالنهارده يمكن كانت صعوبة المباراة دايما في ان انت بتلاعب الخصم المنافس بتاعك. النهارده المنافس بتاعنا واضح جدا من البداية ان هو فيتا كلوب، فرقة عندها تنظيم دفاعي جيد جدا، عندها لعيبة في نص ملعب على مستوى عالي جدا، معدل اللياقة البدنية مرتفع جدا جدا عند فرقة بتلعب النهارده 10 لعيبة تمام، ومع ذلك بتهاجمك وبتدافع طول المباراة. حتى في الدقائق كمان يمكن ابتدوا ينشطوا بشكل كبير جدا بعد ما النادي الاهلي سجل هدفه، ابتدوا ينشطوا بشكل كبير، ابتدينا نشوف لعيبه بتدافع ولعيبه بتهاجم، بتضغط في نص ملعب، عندهم تنظيم دفاعي جيد جدا. الهدف توقيته كان رائع بالنسبه للنادي الاهلي، لكن قدرت تسجل في نص الشوط الاول، اتفتحت المباراه بشكل كويس جدا. محتاجين بس النادي الاهلي يعني معدل اللياقه البدنيه او الفتنس يزيد عند لعيبه النادي الاهلي. يمكن احنا الكل يجتمع على بنلعب بالظبط، بنلعب 11 اسلام، ولكن احنا مش حاسين ان احنا عندنا زياده، ما حسيناش يعني في بعض الاوقات حسينا ان احنا بنلعب زينا زيهم تمام، او اوقات كتيره جدا، لكن محتاجين لو معدل اللياقه البدنيه عند لعيبه النادي الاهلي زاد اعتقد الامور هتبقى افضل من كده بشكل كبير. لكن السيطره كانت للنادي الاهلي، الاهلي كان اكثر تضييعا للفرص ووضحت جدا من بدايه اللقاء، ودي المشكله اللي بنعاني منها بقالنا كتير جدا. بنقول يا جماعه استغلال الفرص اهم شيء في المباراه، خد بالك الاهداف بتفرق. النهارده لو سجلت هدف ثالث يفرق معاك برضو كمان، خد بالك في تصنيفك، هل اول هل ثاني، هتصعد هتطلع. طبعا يفرق بشكل كبير جدا. المباراه خلاص بقت تحسب بالاهداف المواجهات المباشره. فانت النهارده بتلعب فرقه قويه جدا، بحييهم طبعا، اداء رائع جدا، اداء برضو النادي الاهلي رائع. التغيير اللي عملها النهارده مستر لاسارتي كان تغيير رائع جدا، لكن طبعا لكن مباراه جيده للنادي الاهلي. مبروك المكسب كبدايه النهارده للنادي الاهلي. كابتن اسامه كيف رايت المباراه؟ الف مبروك. طبعا الف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، طبعا بنشكر من حي الجماهير اللي كانت موجوده النهارده في استاد برج العرب، رغم ان المباراه متاخره الساعه 9 وبتنتهي الساعه 11، وفي مش يعني بالوقت متاخر في الرجوع، لكن النهارده كان يعني باين دورهم المهم جدا في المكسب اللي اتاخر للشوط الثاني. معلش يا كابتن اسامه، انا بس عايز اقول لحضراتكم ان حتى هذه اللحظه لاسارتي قاعد في غرف خلع الملابس ولم يخرج الى المؤتمر الصحفي، قاعد مع اللعيبه عامل اجتماع بعد المباراه، واضح ان هو بيتكلم مع اللاعبين في شيء مهم. فلازم طبعا بننقل للناس ما يحدث في المباراه. والنهارده الهدف رقم 400 للنادي الاهلي، هدف علي معلول، هو الهدف رقم 400 في دوري ابطال افريقيا. اتفضل يا كابتن اسامه. طبعا يعني بنشكر برضو الجمهور اللي كان موجود النهارده وليه يعني دور مهم النهارده في المكسب اللي اتاخر للشوط الثاني. يعني كان دايما اللي زي ما احنا بنتكلم على الحته البدنيه بتقل الشوط الثاني، لكن النهارده كان في اصرار وعزيمه انك انت تطلع بالمكسب بتاع المباراه. النهارده يعني
حتى نقطه اضاعه الفرص الكتيره ظهرت في الماتش. تكلمت عليه تكلمت عليه. قلنا لو عايزين نحسم المباراه بدري، انت النهارده بتلعب امام فريق قوي، فيتا كلوب من الفرق المرشحه في افريقيا، حتى مرشحه في دوري الابطال، خارج السنه اللي فاتت في نهائي الكونفدراليه زي الاهلي، خرج في النهائي، وصل نهائي البطوله الافريقيه. فانت النهارده يعني انا توقعي ان المجموعه بتاعت الاهلي وفيتا كلوب الاثنين هيصعدوا مع بعض، رغم النهارده فوز سيمبا، لكن فيتا كلوب هيبقى يعني فريق مرشح بقوه. انت النهارده يعني المدير الفني بيذاكر النادي الاهلي بشكل جيد جدا، قافل على مفتاح لعب النادي الاهلي، حافظ علي معلول ورمضان صبحي، عارف وليد سليمان، عارف الخطوره. لكن النهارده النادي الاهلي هو اللي يستحق المكسب، يعني استحواذ على مدار 90 دقيقه كان هو الاستحواذ للنادي الاهلي. الفرص الضائعه اللي احنا كنا بنتكلم عنها وقلنا النادي الاهلي لازم يعني حته الفرص الضائعه لازم في مباريات هتلاقي فيها صعوبه، اللي بيفتح المباراه هو الهدف البدري، رغم انها اتاخرت، لكن النهارده كان في التزام دفاعي بشكل كبير، واتكلمنا عنه النهارده من الرباعي الخلفي. النهارده نجم المباراه من وجهه نظري محمد هاني، محمد هاني النهارده ادى مباراه رائعه جدا، يعني انا شخصيا ما شفتش محمد هاني بالقوه الدفاعيه والقوه الهجوميه النهارده في نفس الوقت، وظهرت كمان يا كابتن اسلام في الهدف. كلمتك انا على النقطه، اول ما رمضان صبحي لازم علي معلول يعدي، او كان الناحيه الثانيه حسين الشحات لازم محمد هاني يعدي. النهارده اول ما رمضان كان ناحيه اليمين استلم الكره، محمد هاني قطع من وراه، اتعملت مرتين ثلاثه قبل اللعبه دي تحديدا. يعني انت النهارده الكرات العرضيه اللي كانت من علي معلول هم ليهم الافضليه فيها نظرا للاطوال، فكان لازم تضرب يعني تضرب خط الدفاع بتاع فيتا كلوب بالكرات الارضيه. وده حصلت لو تفتكر في كره وليد سليمان اللي اتلعبت على ضربه الجزاء وحطها في ايد الحارس. لكن النهارده النادي الاهلي يستحق ان هو الافضل في الاستحواذ، افضل في الفرص. كان في 10 دقائق ممكن يغيروا بقى مجرى المباراه، خروج هشام محمد، رغم ان احنا يعني هشام محمد ما شفناهوش هشام محمد بتاع كل مباراه، لكن 10 دقائق لما انت خرجت هشام محمد كان عندك فجوه في نص الملعب، دي اللي جت فيها فرصه محمد الشناوي اللي ما شاء الله شالها بشكل يعني موفق جدا، وهي صدت المباراه. انا وجهه نظري ان اللقطه دي يا كابتن ماهر هي لقطه المباراه، لقطه محمد الشناوي وهو بيشيل هدف التعادل، لان هم دول ال10 دقائق اللي كابتن اسامه بيتكلم عليهم، اللي هم النتيجة 1-0 والاهلي تراجع في ال10 دقايق دول، يمكن اقل 10 دقايق للنادي الاهلي طوال المباراة. فهي الاساس في فوز النادي الاهلي النهارده، طبعا مع كل اللقطات الاخرى، ولكن اللقطة دي مهمة جدا جدا. طبعا هو اختراق فردي من مهاجمي فيتا كلوب وتراجع من دفاع النادي الاهلي، لكن طبعا الشناوي انقذ هدف كان ممكن يغير من شكل واداء ونتيجه المباراه. مظبوط. فعايز اقول لك ان دي يمكن الهجمه الوحيده اللي راح بيها فيتا كلوب الشوط الثاني على النادي الاهلي. بالمناسبه الشناوي الكره دي تحديدا ممكن تزيد جدا جدا من روحه المعنويه، لانه هو الفتره اللي فاتت كان هناك بعض الاخطاء بتحصل، وده يعني وارد في كل حته، ولكن الكره دي تحديدا هي اللي كسبتك او هي اللي كانت سبب رئيسي في ان انت تكسب ثلاث نقاط او تحافظ على المكسب. يعني زي ما قلت كده نفسيا يمكن الشناوي كان محتاج الكره ديت على اساس ان يعود مره ثانيه للثقه، لكن هو طبعا حارس من حراسنا الامين اللي احنا بنثق فيه بشكل كبير جدا، هو طبعا شريف كرامي من الاجوال اللي بيمثلوا وعلي لطفي نعم، التلات حراس على اعلى مستوى. وعايز اقول لك اسلام ان الهدف اللي ضاع او اللي صده الشناوي كان واضح قوي ان التوقيت اللي طلع فيه كان توقيت سليم، كان عنده رؤيه وحس ان راجل وهو بيراوغ مدافعي النادي الاهلي من العمق بالذات اتعامل معاه كراجل ليبرو، يعني كراجل ثالث بيغطي مدافعينه بشكل جيد، وقدر انه ينقذ هدف كان ممكن الهدف ده يدخل تاني فيتا كلوب للجيم، يبقى النتيجة تعادل. واحنا شفنا ان فيتا كلوب عندها استحواذ جيد جدا، عندها لعيبة مهارية في نص فريق الملعب، فريق رائع بصراحة صراحة. والطرد يمكن جانا في توقيت احنا كنا محتاجينه، يعني الطرد جه في توقيت لصالح النادي الاهلي، بس بقى طبعا لصالح النادي الاهلي يعني، ولكن في نفس الوقت ال 30 دقيقة الأولى برضه فيتا كلوب ما راحش على محمد الشناوي بالظبط،
يعني طبعا هو فرق معانا مفيش يعني مفيش فرقه في الدنيا لعيب بيطرد من الفرقه اللي قدامها وما بيفرقش معاها اكيد، ولكن فرق معانا. اقول لك ان ال 30 دقيقه الاولى النادي الاهلي برده كان مستحوذ بنسبه كبيره جدا على الكوره، وده كان واضح حتى في المباراه اللي قبل كده يا اسلام. من اخر مباراه لسموحه كان عندنا استحواذ بشكل كبير جدا في الشوط الاولاني، في الحركه بدات فيها خفيه، الانتشار، الاستحواذ في نص الملعب، الهجمات المنظمه للنادي الاهلي، التجانس اللي احنا قلنا عليه، يعني من مباراه لمباراه بتحس ان عبا بيحصل نوع من الثبات، نوع من التجانس، نوع بقى حتى من المهاره التكتيكيه، المهاره الفرديه. فالنهارده واضح قوي النادي الاهلي من بدايه المباراه حتى يمكن الشوط الثاني ما حسيناش بعامل اللياقه البدنيه اللي احنا كنا كلنا قلقانين منه، بس اقل برضه يعني أقل. لكن بيبدا مباراه لمباراه بتزيد الجزئيه دي، لكن عايز اقول لك ان الفرص اللي كانت موجوده في الشوط الاولاني كانت فرص متعدده للنادي. خلينا ناخد الكابتن محمد يوسف المدرب العام لنادي الاهلي نبارك له على الفوز باول 3 نقاط في دوري المجموعات. يا كابتن محمد الف مبروك. الو الو يا كابتن محمد الف مبروك. مبروك يا كابتن اسلام، الله يخليك. تحياتي الكابتن ماهر والكابتن بلال والكابتن اسامه. كابتن ماهر والكابتن اسامه مبروك يا كابتن. وكابتن بلال احمد بلال. يعني كابتن يوسف اعتقد ان 3 نقاط مهمه جدا في بدايه المشوار في ظل مباراه صعبه للغايه. يعني احنا قاعدين احنا الاربعه بنتفرج على المباراه قلنا ان ده نهائي مبكر للبطوله الافريقيه. هو فعلا المباراة صعبة، المباراة صعبة جدا، وزي ما احنا قلنا فيتا كلوب فريق قوي، وصل فاينل كونفدرالية لسه من تقريبا شهر ونص. نعم. عنده عوامل وروح وسيستم البطولة أو سيستم الفرقة اللي بتوصل نهائي يعني. فطبعا دي المباراة كانت صعبة، لكن احنا كان تصميمنا وكلامنا مع اللعيبة إن احنا لازم نعمل بداية قوية تختلف عن البطولة اللي هي لسه خلصانة البطولة اللي فاتت. فكان لازم يبقى بدايتنا قويه، والحمد لله انا شايف النهارده ان احنا ادينا مباراه جيده جدا، رغم ان اتطرد من فيتا كلوب لاعب، لكن برضه هم ادوا بشكل تقدر يعني تقدر تحس ان هم ما تاثروش قوي خالص، لكن في نفس الوقت احنا قدرنا ان احنا نمسك الملعب، قدرنا ان احنا نشتغل بشكل كويس جدا عليهم، وفي نفس الوقت كمان راحت لنا اكثر من فرصه. انا اعتقد ان كان ممكن الفرص اللي استغلناها كانت ممكن تضعف النتيجه، لكن في النهايه انت حققت الهدف من المباراه وخدت الثلاث نقاط في بدايه مشوارنا الحمد لله. كابتن انا عايز اكلم حضرتك في ثلاث نقط مهمه جدا. اولا، هل هناك انخفاض في اللياقه البدنيه بيبقى حاصل في الشوط الثاني مثلا، لان الناس ملاحظه ان ده حصل في الثلاث اربع مباريات الاخيره وده سببه اجهاد او كذا؟ بتلعب كثافه ماتشات بلعيبه بدون تدوير، الله يبارك فيك، بدون تدوير، فدي طبعا نقطة مهمة جدا. يعني النهارده أنت بتلعب يوم 4 وبعدين بتلعب 8 وبعدين بتلعب يوم 12، فأنت بتلعب من في خلال 7 أيام أو 8 أيام بتلعب 3 مباريات، و3 مباريات قوية. يعني إذا كنت بتلعب مع بيراميدز، سموحة، في اسكندرية، ثم بداية بطولة أفريقيا، فدي نقطة مهمة جدا إحنا لازم ناخد بالنا منها. يعني لابد إن إحنا ناخدها في الاعتبار، بس في نفس الوقت انا شايف ان احنا ادينا مباراه كويسه، حتى لما في بعض الاوقات المعدلات بتقل شويه بتقدر تستحوذ وبتقدر تمسك الكوره، لكن انا شايف ان احنا ادينا مباراه كويسه، مباراه يعني مشيانا على الطريق او مشيانا على المنهج اللي احنا ماشيين عليه، وانا شايف المباراه اللي جايه كمان هتبقى ان شاء الله في يعني زياده في المستوى وزياده في حته البدني. يعني ان شاء الله المباراه اللي جايه يوم 18، فانت النهارده من 12 ل 18 عندك 6 ايام، هتفرق معانا قوي ان شاء الله في اللي جايه، لما تاخد راحه بينيه بين الماتش والتاني 5 6 ايام، غير لما تاخد 3 ايام. تمام. تاني حاجه كابتن، مشكله اضاعه الفرص. يعني الشوط الاولاني كان من الممكن جدا ونادي فيتا كلاب وهو مكتمل الصفوف كان ممكن يبقى النادي الاهلي كسبان في اول 30 دقيقه مثلا 2-0 مثلا، ولكن برضه لسه محتاجه هدوء شويه. محتاجه يعني فعلا رمضان جات له واحده في اول 20 25 ثانيه وبعديه وليد جات له. يعني عايز اقول ان احنا بنوصل، ودي ظاهره صحيه جدا ان انت بتوصل، يعني معنى كده ان في شغل بيتعمل وفي جرأه في الثلث الاخير، اكيد مش هتفضل مقفله معانا، اكيد الـ يعني الدنيا هتفتح معانا ان شاء الله.
لكن انا بقول ان احنا بنوصل، وطالما بتوصل وليك خطوره في التلت الاخير وفي البوكس بتاع الخصم، نعم، فدي لكن ممكن تكون محتاجه بعض الخبرات شويه في مواقف اخرى، محتاجه بعض الهدوء شويه، واحنا شغالين عليها مستر لازارتي والجهاز كله شغال على الحته دي، ان احنا لازم نستثمر التلت الاخير ونستثمر الفرص اللي بتجيلنا، وان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن ان شاء الله. كابتن، الاصابات واصابه مروان محسن اعتقد ان هي برضه ما زالت مشكله راس حربه في ظل غياب وليد ازارو لمده شهر ونص لسه تقريبا، ومروان الله اعلم. ومروان عنده ايه يا كابتن؟ مروان حاسس بشد في العضله الاماميه، تمام، لكن الدكتور لسه بيكشف عليه ولسه مش يعني مش هيستعجل في الحكم على الاصابه، لكن هو اشتكى من العضله الاماميه، ففضلنا ان احنا نغيره وهشام محمد الاصابه ما تتفاقمش يعني. هشام محمد تشخيصها ايه بالظبط؟ دي الدكتور بقى بهدوء كده، لان انت عارف الاصابات العضليه هتاخد وقتها شويه ولازم تشوفها ثاني يوم يعني. طب وهشام محمد يا كابتن؟ هشام شعر برضه بإيجاد خفيف كده في الخلفيه، كل دي ظواهر من ان انت بتلعب كثافه ماتشات عاليه. برضه في الخلفيات شويه، فبرضه فضلنا ان احنا نريحه ونزلنا ناصر ماهر من رقم 10 او من تحت راس حربه يلعب بوسط ملعب مع السوليه، ونزلنا كريم نيدفيد وحمودي. تمام. لاسارتي بعد المباراه عرفنا ان هو قعد مع الفريق، قول لنا كواليس الخمس دقايق اللي قعدها مع الفريق. مين؟ لازارتي بعد المباراة قعد مع حضراتكم في غرف الملابس. إيه اللي حصل؟ بعد المباراة؟ أه؟ بعد المباراة يعني؟ بعد المباراة على طول. أه لا 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 لا، هو ما حصلش حاجة. دخل بارك للعيبة وباركنا لبعض كلنا وخلاص، هو وبعد كده توجه للمؤتمر الصحفي يعني. تمام. أخيرا يا كابتن محمد، يعني زي ما قلت لحضرتك، مروان ووليد ازارو صلاح محسن احتمال يخش بعد مباراه او هيخش بعد مباراه اللي بعد المباراه القادمه، كيف سيتغلب النادي الاهلي على هذا الموضوع؟ بص هنشوف يعني، لازم نلجأ لحلول برضو، مش هنوقف والمشكله دي قابلتنا في مباراه سموحه. نعم. يمكن كان ازارو برضو مصاب ومروان كان واخد ثلاث انذارات، وقدرنا نحل بشكل يعني مش اعتيادي او بشكل مش اللي هو معروف، فدي ممكن نشتغل بيها برضو في المباراه اللي جايه وتركب يعني. خلي بالك ممكن تناسب قوي السيناريو بتاع المباراه اللي جايه مع شباب الصور الجزائري، فخلينا شباب الثوره، اسف، شباب الثوره الجزائري، فدي مهمه جدا ان احنا يعني نفكر فيها الفتره الجايه، وخلينا نشوف السيناريوهات ايه ونشوف الدنيا هتمشي ازاي يعني. بس انا مش عايز استعجل في الحكم على الاصابات وهل حد ممكن يخش لنا ولا لا، ممكن صلاح محسن يخش لنا، ممكن مروان ما تبقاش بالشكل القوي، خلينا نشوف يعني. تمام. كابتن محمد، اخيرا، هل في حد تمت اعارته بصفه رسميه او بشكل رسمي في النادي الاهلي ولا لسه؟ من اللاعبين المتواجدين يعني. حتى الان يعني انا كل تركيزي في المباراه النهارده، ف اخر بقى المستجدات في الاعراض والحاجات دي ممكن ترجع للكابتن سيد عبد الحفيظ. تمام. بس لغايه المباراه، احنا كان كل تركيزنا في المباراه النهارده، ما كانش في اي حاجه يعني. الف الف مبروك يا كابتن محمد، ثلاث نقاط هامه جدا في طريق النادي الاهلي للصداره في هذه المجموعه، يعني كلام محترم كابتن بلال. طبعا واقعي، هو بيتكلم كلام واقعي، كلام منطقي. هو بيتكلم النهارده النادي الاهلي كان عنده مباراه صعبه، هو كمان كان عارف قيمه فريق يعني الفريق الكونغولي، فريق فيتا كلوب، فريق محترم، قال لك ان الفريق كمان يمكن بعد حتى حاله الطرد ما حسيناش ان هم الفريق مطرود منهم، ما زالوا محافظين على النظام بتاعهم داخل الملعب، لياقتهم المدنيه كانت عاليه. كمان النقطه المهمه اللي اتكلم فيها كابتن يوسف، نقطه الاجهاد البدني، الاجهاد البدني هو بيتكلم خلاص يعني، انت النهارده النادي الاهلي بيلعب كل اربع ايام ماتش، فده برضه يصعب اربع ايام مسافر. خلي بالك هيلعب المباراه اللي جايه في الدوري، بعد كده هيسافر النادي الاهلي على طول، فدي مشكله كبيره جدا يعني. كمان يعني حتى النهارده انت سالته في سؤال، هو برضه يعني مش عايز يقول كواليس، مش عايز يقول طبعا ايه اللي ممكن يحصل يعني، تمام، لان خلاص دي اكيد نقطه هيتم النقاش فيها، لان دي نقطه مهمه جدا. انت المباراه اللي جايه ممكن تلعب من غير راس حربه خالص، وهتلعب ممكن تلعب في افريقيا، هتبقى صعب عليك المباريات الافريقيه في الجزائر. ما انت عندك ست ايام اجازه بعد كده مباراه الجزائر. المباريات الافريقيه انا مش هتكلم على الدوري العام، ممكن تلاقي حلول في الدوري
دعم كتير، لكن المباريات الافريقيه عشان بره ملعبك بتحتاج فرود محطه. وخلي بالك كمان الفريق مغلوب 3-0 بالظبط، فبالنسبه له المباراه دي صعبه جدا. وعارف طبعا الاجواء في الجزائر بتبقى صعبه شويه، وبتاع فريق عربي ضد فريق عربي الامور مختلفه بشكل كبير، الحماس بيكون اكتر، وكمان انت بتلعب النادي الاهلي الامور مختلفه بشكل اكبر بكتير. لما تلعب النادي الاهلي غير ما تلعب اي فرقه ثانيه، الحماس عندك بيزيد. لما تلعب التوب بتاعك او الفريق اللي على القمه تمام، الحماس عندك بيزيد، الرغبه عندك في المكسب بتزيد، هو كمان مغلوب الماتش اللي فات فعايز يعوض بشكل كبير على ملعبه، فالمباراه هتبقى صعبه. انت بتبقى في الماتشات اللي زي دي يا كابتن محتاج محطه، محتاج فرد محطه، واحد زي مروان محسن، واحد زي وليد، واحد زي وليد ازارو، واحد لو مثلا موجود عمرو جمال او ممكن يتم الدفع بيه، ما اعرفش الكواليس داخل النادي الاهلي ايه، هل ممكن يتم الدفع بيه؟ ما يوسف رماها بقى الكابتن محمد يوسف رماها على سيد، ده اللي بقول لك ايه؟ اسال سيد اسال سيد فصعب طبعا يا اسلام، سؤالك طبعا في محله جدا، لان خد بالك انت ما ينفعش ان احنا النهارده كنا بنتكلم في العرضيات، النهارده دخول ناصر ماهر جوه ال 18 مع اللعيبه هو ده اللي سجل الهدف. برافو عليك. انك هتعمل عرضيه لو ما فيش كثافه عدديه داخل ال 18 مش هيبقى فيها اهداف، ده وضع طبيعي في كل الفرق الافريقيه بره ملعبك او جوه ملعبك. انت الخطوره اللي دايما الكرات الكروسات العرضيه اللي بتشتغل عليها، فالنهارده لو ما عندكش المان تارجت اللي بتشتغل عليه، الفرود اللي بتشتغل عليه اللي بتحاول توصل له الكوره، لو مش موجود عندك هتبقى ازمه كبيره بالنسبه للنادي ده. نتمنى انها تكون ازمه، اتمنى الامور تتحل بشكل كبير، لان الامور هتتصعب علينا لو ما فيش فرود محطه بيلعب في النادي ده. كابتن اسامه، اصابات 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 اصابات. كابتن محمد يوسف قال ان الاجهاد له عامل كبير جدا في هذه الاصابات، ويمكن برضه وانا اسف ان انا بقول كل شويه ان حضراتكم على طول ما كنتوا موجودين في الملعب وعارفين ان احنا يعني احنا قعدنا اربع خمس سنين نلعب ورا بعض، كانت نص الفرقه دايما مصابه. بالظبط. لو حضراتكم تتذكروا بالزبط. هذا بس خلي بالك السنه دي مختلفه. ليه بقى يا اسلام؟ انت بتلعب بطولتين افريقيتين في سنه واحده. في سنه واحده. انت خلصت البطوله كنا بنخلصها في شهر 12 مع كاس العالم للانديه. بتقعد تريح ثلاث شهور. بتقعد شهر ثلاثه لما تبدا البطوله الثانيه. نعم. انت السنه دي بتلحم بطولتين في بعض. هتخلصها قبل شهر 6 خلي بالك. قبل شهر 6 كمان قبل كاس الامم الافريقيه. ثاني حاجه اشتركت في بطوله عربيه. انا كمان وجهه نظري يعني ما كانش انت من المعارضين للاشتراك في هذه البطوله العربيه، خاصه انت عندك الموسم السنه دي اطول موسم ممكن في العالم بالنسبه للنادي الاهلي، وانت مطالب في كل البطولات، دوري كاس افريقيا مرتين، عندك بطوله عربيه، عندك سوبر مصري، فبطولات كتير. فطبعا انا يعني بوافق كابتن يوسف في اللي بيقوله، ضغط المباريات كبير جدا. لكن برضو لو رجعنا لبدايه الموسم، فتره الاعداد مع الاندمان ما كانش في محلها. طيب. ما كانش مظبوطه. خلينا ناخد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، عشان الكابتن يوسف قال لي ايه؟ قال لي لا اسال الكابتن سيد عبد الحفيظ بقى على طول. نبارك له برضه ونساله عن ماذا يحدث في النادي الاهلي. كابتن سيد الف مبروك، ثلاث نقاط هامه في بدايه المشوار الافريقي. كابتن اسلام تحياتي ليك والضيوف اللي عندك كلهم، يعني قول لي الاسماء. الكابتن ماهر همام، الكابتن احمد بلال، الكابتن اسامه حسني. يا كابتن بلال، كابتن ماهر، كابتن اسامه، كل الاخبار كله تمام؟ البطاطس شكله سندوتشات البطاطس تمام؟ بيقول لكم سندوتشات البطاطس تمام؟ رايق انت برضه يا سيد النهارده الحمد لله. الزيت طالع والله على صدرنا كلنا، بس ما حدش كل سندوتشات بطاطس بالمناسبه. صايمين النهارده. كابتن سيد، يعني ثلاث نقاط هامه في بدايه المشوار. بص يا كابتن اسلام، يمكن البطوله الافريقيه بتتاخد على مراحل، وبدايتها حتى من ثلاث سنين كانت بدايتها غير موفقه في دوري المجموعات. يعني ثلاث سنين كنا في بدايتنا في دوري المجموعات قدام زيسكوت خسرنا 2-3، ثم المباراه او الموسم اللي بعده في بدايه دوري المجموعات اتعادلنا مع زناك وهيرنبرج 0-0، والسنه اللي فاتت في بدايه دوري المجموعات اتعادلنا مع الترجي. فبقى لنا ثلاث سنين بدايتنا ما بتبقاش جيده ولا ايجابيه. فبالتالي يبقى انت عندك يعني مهم قوي ان انت تاخد الموضوع بايجابيه شديده جدا وتركيز عالي قوي، خصوصا كمان انت بتلعب فرقه من اقوى الفرق الافريقيه وصيف الكونفدراليه، وعندها شخصيه داخل الملعب بتعرف تنقل الكوره كويس قوي، عندها عناصر كويسه جدا، عندها تقل في الملعب ما بتستعجلش على حاجه، بتوصل بشكل كويس قوي. لكن ارجع اقول برضو احنا كنا محتاجين طبعا الفوز ده، لكن كمان انت كمان عندك شخصيه كويسه جدا في الملعب في الوقت الحالي، عندك تقل في الملعب مش تقل في الحركه، تقل حتى في النقله وتقل في الوصول وتقل في التنفيذ وتقل في الفينش، يمكن ضيعنا عدد من الفرص كبيره، لكن انا ما تفرقش معايا مساله الوقت. ثواني كده يا حبيبي، ما تفرقش معايا مساله الوقت قد ما بيفرق معايا المجموعه اللي موجوده في الملعب. يعني قد يكون فاضل ثلاث دقائق او خمس دقائق، بس انا عندي ارتياحيه ان انا ممكن اجيب في جول في اي وقت.
يعني من الشخصيه اللي موجوده في الملعب، وممكن يبقى المباراه لسه بتبدا وما عندكش الاحساس ده يعني. الحمد لله رب العالمين احنا بنستعيد قوتنا بشكل كويس قوي، ممكن يبقى ما وصلناش احنا عايزينه بشكل يعني 100%، لكن في طريقنا بخطوات واسعه الحمد لله. كابتن سيد، لقطه محمد الشناوي وتصديه لهدف اكيد 100% كان هيدخل فيتا كلوب في المباراه، وكنت هتبقى النتيجه في ذلك الوقت اعتقد هتبقى تعادل 1-1. اعتقد ان الكره دي تحديدا ممكن تفرق كتير جدا حتى ولو نفسيا او معنويا مع محمد الشناوي. محمد له دور كبير قوي، واحد من العناصر المهمه، وهو شريف كمان يعني او علي، انت بتبقى عندك ثقه في المجموعه ككل، لكن دي بتديك درس بشكل جماعي يا اسلام، يعني بتديك درس ان انت مثلا بعدد الفرص اللي جات لك دي كلها، بعدد الاهداف المهدره دي كلها، قد يخرج او تخرج المباراه بالتعادل يعني. ده درس ان انت كمان لما تروح لا سجل اثنين وسجل ثلاثه وسجل اربعه وسجل خمسه، لكن ما ينفعش ابدا بكل الفرص اللي انت رحتها دي، كل المحاولات دي كلها وتطلع مباراه تعادل. ده وارد في الكوره، فهي درس كمان يعني، مش لشناوي لينا كلنا. طيب كابتن سيد، خلينا ننتقل الى الصفقات، هل هناك صفقات قادمه داخل النادي الاهلي، ولا الموضوع حضراتكم كمجلس اداره او كمجلس اداره وحضراتكم كجهاز فني اكتفيتوا بالتدعيمات اللي عملتوها؟ لا احنا عندنا لحد يوم 30، لحد ما يجي يوم 30 عندنا الباب مفتوح محليا وافريقيا. نعم. قاعدين مع الراجل وبنشوف رؤيته وبنشوف وجهه نظره، وبننقلها لكابتن محمود الخطيب كمشرف عام للكوره وصاحب القرار والتنفيذ. بسم الله الرحمن، قد يكون طبعا. يعني في خلال الفتره القادمه من الممكن يعني الجمهور الاهلي ينتظر صفقات اخرى قادمه. قد يكون بالتاكيد. لا قد يكون دي مش فاهمها، قد يكون دي يعني هل من ينتظر ولا ما ينتظرش؟ ممكن. قد يكون برضه. أطرق. طيب هل هناك اي صفقه او اعارات خلال الفتره اللي فاتت دي؟ سمعنا ان هناك بعض الاعارات قد تحدث يعني في الفريق، هل تم الاتفاق على اي اعاره لاي لاعب؟ يعني طبعا في خطوات برضو لبعض اللعيبه، صبري حلفي كلام كبير جدا عليه في الاتحاد السكندري، بيتكلم في الروتوش الاخيره، سليف كوربالي كمان يعني جاي له عرض خارجي، في عندنا قعده بكره فهنشوف الوضع ماشي ازاي، في الجزار، في احمد علاء جاي لهم عروض، لكن هنقعد قعده برضو بكره مع الراجل ده، انا مستني فبكره ان شاء الله الرحمن هيبقى في قعده يعني ختاميه للحاجات اللي هي بتاعت المرحله اللي احنا فيها دي، لكن برضو الوقت لسه معاك يا كابتن اسلام، انا ما عندناش اي ازمه على فكره، يعني سواء كان في القيد الخمسه المضافين، طبعا حاسس جدا على محمد محمود واصابته لكن في النهايه الحمد لله رب العالمين، لكن يرجع احسن مكان، ما عندناش ازمه في حته القيد لان انت عندك خمسه وعندك استبدال يعني. طيب اخيرا يا كابتن سيد، انت بتكتب على تويتر كتير قوي، ايه الاخبار؟ لا 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 كويس قوي ان انت بتتكلم في الموضوع ده. انا اللي عندي فيسبوك اساسا، ولا عندي تويتر ولا عندي انستجرام ولا عندي اي حاجه خاصه بالكلام السوشيال ميديا خالص يا جماعه، يعني مع احترامي الكامل لاي حد، عشان ما يبقاش في فتره ممكن يبقى فيها ازمه فيها حدوته او فيها حدث واحد يطلع بكلام، يعني اعتقد ان ده ما يصحش ابدا. انا ما عنديش اي حاجه خاصه بيا على السوشيال ميديا خالص، يعني سواء كانت تويتر او فيسبوك ما عنديش اي حاجه خالص. لان في اكونت بيكتب باسمك، اعتقد في اكونت بيكتب باسمك على تويتر حاجات كتيره جدا وبتتاخد في كذا حاجه، البدله بتاعتي ولابس كل حاجه. لا انا ما عنديش خالص يعني، فارجو بس يعني الموضوع ده عشان ما يبقاش يتقلب برضه بحاجات قانونيه، مع احترامي الكامل للي عامل كده، لكن ما يصحش ادبيا ولا مهنيا حتى، يعني ممكن الموضوع ده يبقى فيه اراء مختلطه، انا ما عنديش حاجه خالص يا جماعه، ارجو بس بعرفها ان اي حاجه منسوبه ليا خاصه بالحاجات اللي انا قلناها ديت مش بتاعتي خالص. تمام. كابتن سيد، هتسافروا الجزائر امتى ان شاء الله؟ انا مسافر بعد بكره ان شاء الله الرحمن، والفرقه هتسافر يوم الثلاث باذن الله. الفرقه هتسافر يوم الثلاث والمباراه يوم الجمعه. ان شاء الله باذن الله. بالتوفيق ان شاء الله يا كابتن سيد، انا بشكرك شكرا جزيلا. الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي، معلقا عن بعض الاحداث، يعني قد يكون، انا ماليش دعوه، انا بقول قد يكون زي ما الكابتن سيد بيقول اهو، قد يكون هناك صفقات اخرى قادمه خلال الفتره القادمه يعني في النادي الاهلي، قد يكون.
قد يعني يكون ان شاء الله في صفقات يعني ان شاء الله بنقول لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله لو الفرقه عايزه الناس هتجيب. يعني مجلس الاداره لا يتوانى في ان هو يخلي الفريق اقوى. خلي بالك برضه يا كابتن اسلام انت بتجيب صفقات تقيله وبتدفع فيها فلوس ليه؟ علشان انت بتلعب في البطوله الاهم في افريقيا. هي بطوله ايه؟ افريقيا دوري ابطال افريقيا. لما تلعب في الكونفدراليه هتجيب على قد الكونفدراليه، فانت بتجيب على قد الحدث اللي انت متواجد فيه. لما تجيب حسين الشحات لو بملايين او برمضان صبحي بملايين فانت بتجيب على قد الحدث اللي انت متواجد فيه. حدث كبير يليق بالنادي الاهلي فانت بتجيب على قد الحدث. لما تلعب في الكونفدراليه هتجيب برضه على قد الكونفدراليه. كابتن صلاح حفيظ اتكلم في نقطه مهمه جدا دلوقتي، قال لك حتى وفي تعادل يعني انت قاعد بره مطمن، عندك حلول وعندك مفاتيح هجوميه. النهارده رمضان صبحي ما شاء الله المباراه الثالثه على التوالي بعد مباراه بيراميدز بعد مباراه سموحه، المباراه الثالثه لا في تاثير هجومي وفي شغل هجومي وفي تقل كمان اللي بيتكلم عليه التقل الهجومي والشخصيه الهجوميه. لا عندك مفتاح هجومي يعني كبير جدا هو رمضان صبحي. لكن انا بقى نفسي في رمضان صبحي يعني يبدا يطور نفسه في الناحيه بتاعت انهاء الهجمه. النهارده شفنا محمد صلاح ما شاء الله يعني قبل ما يسافر بره ويحترف كان حتى في الدوري المصري بيوصل للمرمى كتير يا كابتن ماهر وكان بيضيع. دلوقتي اشتغل على النقطه دي ما شاء الله من افضل اللعيبه الموجوده في العالم في حته انهاء الهجمه. رمضان صبحي عنده الملكه انه بيقدر يروح واحد على واحد يعدي، بيقدر يحط نفسه في مكانه انه يبقى قريب من الجول، بس لازم يشتغل بقى على حته انهاء الهجمه. النهارده لو شفنا رمضان صبحي ما شاء الله لو يعني بيشتغل على الحته دي تلاقي جايب له هدفين ثلاثه النهارده. يعني برضه عندنا حسين الشحات اول مباراه ليه يعني حته انسجام اكيد هتحصل المباريات الجايه، لكن برضه مفتاح هجومي لعيب عنده خبرات يقدر ينقل الفرقه بسرعه. وعايزين برضه نصبر عليه النهارده لسه اول مباراه بيحط رجله مع النادي الاهلي، عكس رمضان صبحي كان طبعا لعب في النادي الاهلي كتير وكان احترف ورجع تاني فعنده يعني ملم بالامور الداخليه. فحسين ان شاء الله برضه مكسب كبير. حاجه برضه اللي اتكلم فيها الكابتن محمد يوسف مهمه جدا، قال لك انا اشيل هم ان انا ما اعرفش اوصل للجول، لا انا النهارده بنوصل في الشوطين. نعم. الشوط الاول والشوط الثاني ده اللي انت بتقدر تشتغل عليه. حته الفرص ان شاء الله هتلاقي في الفتره الجايه عندك يعني يعني هيبقى في توفيق اكبر ان شاء الله في حته انهاء الهجمات. النهارده برضو يعني زي ما بنشيد من محمد هاني وبنقول رجل اللقاء في علي معلول، علي معلول برضو النهارده الاطراف بتاعتك كل ما بتشتغل بقوه تقدر يبقى عندك تنوع في المفاتيح الاماميه. ما بتقدرش يبقى خلاص الحمل على وليد سليمان بس او على رمضان صبحي بس او حسين الشحات بس، لا ده انت عندك تنوع هجومي. اللي حضرتك تقصده ان هناك اصبح هناك تنوع هجومي ناحيه اليمين وناحيه الشمال. احنا الشوط الاولاني شفنا ناحيه الشمال هي اللي شغاله، الشوط الثاني شفنا ناحيه اليمين وفي ناصر ماهر جاب الهدف من العمق بالتكمله اللي قالها. لا ده كمان ناصر ماهر مع التكمله انت كمان يعني بقى عندك دلوقتي تبديلات بتنزل تغير لك. النهارده احمد حمودي نزل وكريم ندفل هو اللي عمل ضربه الجزاء، عملوا شكل مع ناصر ماهر. طبعا النهارده احمد حمودي لما نزل عمل الباص لكريم ندفل اللي كان الاثنين البدل. طب فانت النهارده انت بتشتغل على القوام الرئيسي وبتشتغل على دكه، يبقى عندك برضه بدايل تقدر تغير بيها وتقدر تشتغل بيها في المباراه. تمام. بس خليني بس اقول نقطه مهمه قبل بس ما تقول نقطه مهمه، انا بس عايز الجمهور يقول او حسنا تصويت حضراتكم على صفحتنا على صفحه قناه النادي الاهلي بعد نهايه المباراه، من هو رجل المباراه من وجهه نظر حضراتكم؟ ابعتوا لنا وانا هقرا كل التعليقات اللي حضراتكم بعتوها دي اول حاجه. تاني حاجه بس لازم حاجه اقولها، قول كل اللي انت عايزه. قول كل اللي انت عايزه عشان ده حاجه مهمه. قول اللي انت عايزه وهتبسط الناس. حد جديد جاي ولا لا لسه دي بعدين مش هنقدر نقولها دلوقتي. اثناء مباراه النادي الاهلي ونادي بيتا كلاب كان هناك مباراه اخرى في كره الماء. النادي الاهلي اقول لك النتيجه؟ نعم اقول لك النتيجه؟ قول النتيجه من غير ما اعرف. 6-1. برافو عليك برافو عليك. فبرضه يعني انا اسف ان انا بقولها كده، انا اسف ان انا بقطعك. تستحق ولا ما تستحقش؟ انا اسف ان انا بقطعك يا بلال معلش. فاز النادي الاهلي على نادي الزمالك بسته اهداف مقابل هدف وحيد في كره الماء. هذه المباراه كانت بتقام اثناء مباراه الاهلي وبيتا كلاب. طبعا اي حاجه تخص النادي الاهلي في اي لعبه وجات لنا بنقولها على طول، وبعدين برضو بنفكر الناس بحاجات حلوه. النادي الاهلي كسب 6-1. دي كانت في الكوره قبل كده، و6-1 طبعا كانت في الكوره قبل كده. ونادي النهارده الاهلي في كره القدم فاز على فيتا بثنائيه مقابل لا شيء. اتفضل يا كابتن بلال.
ده كده جميل قوي. شفت بقى شفت بقى خلي بالك ده كان برضو في 6-1 في المباراه بتاعت 6-1 يعني كان مشارك فيها. صحيح. انا عملت بلال كان اول محطه بتاعت خالد بيبو اللي بيصلح له يمين وشمال. لا عايز اقول لك انا بحيي النهارده مستر لسارتي على التغيير اللي عملها داخل الملعب. يعني انت النهارده ممكن تحيي المدير الفني على تغييرات بيعملها من خارج الملعب، لكن تغييره داخل الملعب بتعملها بتغير لك شكل الاداء بتاعك. فالحقيقه انا بحييه جدا على التغييره بتاعت رمضان صبحي وحسين الشحات لما نقل رمضان صبحي ناحيه اليمين وحسين الشحات نقل ناحيه الشمال يا كابتن. يعني انت النهارده شايف انت كمدير فني ان الفرقه اللي عندك هجوميا بتشتغل من ناحيه الشمال، افضل لعيب موجود عندها اسلام هو اللعيب الباك ليفت بتاعهم، ده اللي بيعمل الهجمات، ده اللي شغال على طول، ده اللي عنده السرعات. فحط له رمضان صبحي اولا عشان يوقف تحركاته اللي هو الشوط الثاني. الشوط الثاني انا بتكلم، انا بتكلم على التغيير داخل الملعب مش تغيير قبل التغيير الثاني، مش تغيير باللعيب بالعيد. انا لما جاب رمضان صبحي ناحيه اليمين يا كابتن عشان يوقف خطوره الباك ليفت بتاع بيتا كلوب، يخليه يقف يقدر يشتغل عليه بشكل كويس. يعني معروف حتى في كره القدم ان اللعيب الحريف قوي دفاعيا بيبقى قليل قوي. رمضان صبحي عنده امكانيات ومهارات، في كل كوره بيروح واحد على واحد بيعدي. يعني شفنا الشوط الثاني كل كوره رمضان صبحي بيروح واحد على واحد مع الباك ليفت بيعدي في كل كوره بيروح بيعدي فيها. هو دي الخطوره اللي عملها النهارده لسارتي، ودي التغييره الداخليه اللي عملها، يمكن قلبت الموازين بشكل كبير جدا. يعني الراجل قاعد شايف عارف نقاط الضعف اللي ممكن يشتغل ايه عند الفرقه الثانيه ايه، عارف ان ازاي يقدر يحول نقاط الضعف اللي عندنا لنقاط قوه. الباك رايت اللي كان بيلعب عليه رمضان صبحي الشوط الاول عنيف وقوي وسريع ما بتقدمش كتير جدا، عمل حساب رمضان صبحي، فبالتالي نقله رمضان من الشمال لليمين كانت لها عامل السحر في اوقات كتيره جدا. النهارده قدر يشتغل، قدر كمان يبقى محطه لمحمد هاني ان هو يخرجه يا كابتن، عكس مثلا حسين الشحات كان دايما فاتح على خط الملعب وهو اللي بيحاول يروح، هو اللي بيحاول يخترق بنفسه واحد ضد واحد. النهارده رمضان صبحي بيقف كتير على الكوره بستنى محمد هاني، محطه جيده بالنسبه له، بيروح واحد واحد في اوقات كتيره جدا. فالنهارده التغيير اللي عملها دي مستر لسارتي الشوط الثاني يمكن كانت ليها اثر كبير جدا، حتى كمان في الجول اللي جه رمضان صبحي من ناحيه اليمين راح وقف على الكوره استنى هاني عملها له وراح قدر هاني يعملها بالعرض. فبحييه الحقيقه على التغييره اللي حصلت النهارده دي، لانها تغييره كانت جذريه النهارده ومؤثره في نتيجه المباراه. وفي نقطه ثانيه كمان يا بلال يا اسلام، اتفضل يا كابتن. الحته بتاعت خروج مروان محسن ان هو بدا يودي وليد في الحته دي، وشفناها يمكن في مباراه سموحه حتى احنا كلنا فوجئنا مظبوط بالتريك ده ان هو بدا يلعب وليد كان بينزل لتحت ويفضي وراه ويطلع ويقطع ناصر ما مظبوط الترفيه دي برضك من ضمن الحاجات اللي تحسب للراجل من ذكائه ان هو بيشتغل شايف الثغرات اللي ممكن يقدر يحلها ازاي من خلال الدكه من بره او التدوير اللي من داخل. انا كنت عايز اسال حضرتك في النقطه دي تحديدا، هل هناك تغيير في طريقه اللعب اصبح قدام الناس؟ يعني زمان او فتره باتريس كارتيرون مع احترامنا الشديد لواحد من المديرين الفنيين الجيدين، ولكن كان النادي الاهلي بيعتمد على الكرات الطويله، هل دلوقتي نقدر نقول ان النادي الاهلي اصبح عنده ورجعت طريقه لعبه الطبيعيه اللي هي بيبدا من ورا بهدوء وبرويه لغايه لما يوصل للجنب من الاجنب عشان يرفع اوفر، ولا لسه شويه؟ بص اسلام، هو واضح من شخصيته ان هو يعني عنده جرأه وعنده شجاعه وبيحب المغامره في الجانب الهجومي بالذات. واضح ان هو بسرعه بيحط ايده على مفاتيح لعب النادي الاهلي واسلوبه وطريقته وشغل النادي الاهلي من الناحيه الدفاعيه والناحيه الهجوميه. قدر ان هو يرجع الثقه تاني من بدايه الهجمه من تحت، تحس ان محمد هاني بيبدا ينقل نص الملعب وبعدين هشام بيبدا يودي للشحات، الشحات بيربط مع مع محمد هاني، الناحيه الثانيه في رمضان وعلي ورمضان واضح قوي ان في ربط بشكل كبير جدا من خلاله. وهو حتى قال ان الفتره دي هبدا اشتغل على المشاكل الجماعيه اللي مأثره علينا وابدا اشتغل على المشاكل الفرديه او الاخطاء الفرديه من خلال المباريات اللي شافها، وده جزء مهم جدا في للمدير الفني ان هو يبدا يشوف الملاحظات اللي بتحصل في المباراه وبيبدا اذا كانت ايجابيه بيحافظ عليها، اذا كانت سلبيه بيحاول ان هو يعني يصلحها. فالنهارده واضح ان حتى حركه اللعيبه داخل الملعب في حته الاستحواذ والضغط، فترات كنا بنضغط على فيتا كلاب خصوصا في الشوط الاولاني كان واضح قوي ان في ضغط فردي وبعدين ضغط جماعي، في حته الاستحواذ كان واضح قوي ان بدات الحركه بالنسبه للاستحواذ بتاعت لعيبه النادي الاهلي، ازاي انا بقطع بعدين ابدا اتصرف، عايز اطلع من الاطراف بنطلع من الاطراف،
عايز اخش من العمق بخش من العمق. كوره طويله اللي انت اتكلمت عليها اسلام كانت قوي واضحه قوي في المباراه السابقه قبل وجود لاسارتي ان احنا بدانا نلعب كور طويله وكانت كلها معظمها مقطوعه. كانت الناس كلها بتسال والجمهور كله بيسال وده مش اسلوبنا. يعني طول عمر النادي الاهلي يمكن بنتورث جيل مع جيل في حته ان احنا بنبتدي الهجمه من خلال تحت في حته الباص والاستلام. حتى يمكن ايام مانويل جوزيه وبتحسب له ان كنا بنعد اكتر من 10 نقلات 12 نقله مظبوط في التحضير من تحت لقدام وبعدين بتبدا ثغره بنبدا نخش من خلال الثغره دي كانت العمق او من على الاطراف. النهارده في 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 في, في الهدف الاولاني بتاع ناصر ماهر واضح قوي ان جمله مركبه 1 2 3 يعني كانت من واتعملت قبل كده قبل اللعبه دي على طول نفس اللعبه. فده واضح اكيد ان في حاجه بتتعمل في جمل تكتيكيه في التلت الهجومي وده التلت اللي فيه صعوبه لان النهارده فيتا كلاب كانوا عاملين حزام بشكل كبير جدا منظم مقربين خطوطهم الثلاثه يمكن في حوالي 35 ياردة ويمكن اقل من كده كمان. فالنهارده عشان تضرب التكتل ده بعنصر الطول اللي كان موجود عندهم والانقضاضات القويه والتحركات اللي كانت واضحه فيها تغطيه وميلان النهارده انا بحيي لعيبه النادي الاهلي ان قدرت ازاي تضرب التكتل ده بهذا الشكل. وزي ما احنا حسبنا يمكن عندنا اكتر من ست جمل او سبع جمل في الشوط الاولاني منها حاجات ثابته حاولنا من كلوبالي ضربه راس او اختراقات من رمضان صبحي زي بتاعت وليد سليمان اللي احنا كنا بنتكلم عليها. ده شغل مدرب اكيد دايما انا بقول ان الكرات الثابته تحديدا يا جماعه بتبقى هي دايما شغل مدرب. قبل بس ما نكمل كلامنا لان رمضان لازم يسمع الكلام ده انا جاي لك طبعا تعليقات كثيره جدا جدا على من هو رجل المباراه. الناس بتختار يعني او كاتبه مثلا محمد هاني رمضان صبحي الشناوي ممكن كمان في ناس كاتبه الشناوي انا قاعد وحضراتكم بتتكلموا بسمع وبقرا الحاجات دي. محمد هاني رمضان صبحي وبصراحه رمضان صبحي جنب اي لاعب ده ابراهيم طماطم دي غاليه اليومين دول. والدليل انه الشوط الاول كان كله من الباك الشمال ولما نقل رمضان زي ما حضراتكم اتكلمتوا. طارق بيقول الصادق السلمي كمل بقى بقيه الكلام. محمود الراوي منورين احلى كباتن ومحمد هاني. هشام الصالح اقسم بالله مش هقدر اوصف جزء من عشقي للاهلي رجل المباراه رمضان صبحي لو بطل وما كملش. ومحمد هاني وتحيه للازارتي على تغييره كريم نيدفيد زي ما حضراتكم قلتوا. محمد ياسر محمد كاتب محمد هاني. وخالد شاروخان بيقول ازيك يا كابتن اسلام انا شايف ان جمهور الاهلي هو رجل المباراه. ممكن جدا طبعا صح يعني انا اتفق معاه في دي مع خالد. النهارده المباراه الساعه 9 تنتهي الساعه 11 والعوده من العرب وفي بالزبط. البرد دوت يبقى العدد متواجد بالكم ده فهو نجم المباراه فعلا جمهور الاهلي. تمام. محمود عاطف اهلاوي بيقول محمد هاني يا كابتن اسلام يستاهل ياخد تاج الرجوله في هذه المباراه. احمد ماهر محمد هاني بصراحه لعب كويس جدا النهارده ورمضان بس فعلا رمضان ناقصه الفينش الاخير زي ما حضراتكم هي دي اللي بنتكلم فيها الهجمه دي. وانا قصدي ان انا اقرا هذه التعليقات يا جماعه عشان توصل لرمضان ويعرف الناس بتقول عليه ايه. اشرف عبد الحليم بيقول محمد هاني ولكن اداء النادي الاهلي عنده افضل من كده. احمد امام بيقول الاهلي في القلب من الطفوله. والله يا رمضان محمد شعبان بيقول سليف كوليبالي كاتبها 10 15 مره برضو من الممكن ان يتم اهدائه صح بشكل معنوي ان هو رجل المباراه لانه اخر مباراه ليه الحياه وبيؤدي بشكل جيد جدا طبعا. وده اللي احنا دايما متعودينه من اللاعبين داخل النادي الاهلي. محمد فضيل يا كابتن اسلام انا بشكرك جدا رجل المباراه محمد هاني زائد علي معلول. ده راي اسامه تاني قلت محمد هاني وعلي معلول. محمد محمود علاء الشناوي من وجهه نظري اللي حضرتك بتقول عليه بقى اللي هو حد مختار الشناوي لانه هي نقطه تحول المباراه الكره اللي صدها الشناوي. انا بحبك جدا يا كابتن اشكرك جدا ده ايمان ومنور القناه اشكرك ونفسي تقرا رساله محمد هاني ومحمد الشناوي والباقي كلهم رجاله ايضا. علي دعدور بيقول محمد هاني كتير جدا يعني هو الاغلب الحقيقه في ناس مختاره رمضان وفي ناس مختاره محمد هاني ومدخلين برضو الشناوي وفي كتير برضو مختار محمد هاني كمان عشان صنع الهدف الاولاني يعني هو اول حاجه كان قافل الناحيه اليمين هي يعني مكمن الخطوره بتاعت فيتا كلوب هي الناحيه الشمال عندهم ناحيه اليمين بتاعت النادي الاهلي
وكمان في الهدف يعني التحرك اللي عامله من ورا رمضان صبحي انه يقطع المسافه دي بالسبرنت ويعدي ويعملها بالاتقان ويعملها كمان لناصر ماهر ففيها ده اللي فتح المباراه الهدف الاولاني بتاع حد كاتب برضو ابو خليل بيقول بصراحه انا شايف ان سليف كوليبالي رغم انه اخر ماتش ليه بأداءه طبعا يا ريت يا كابتن تقرا رسالتي احسن لاعب محمد هاني وبصراحه رمضان محتاج شده ده رامي جمال محمد هاني من وجهه نظري بعد بص بقى اللي بعديه على طول محمد هاني من وجهه نظري وايضا رمضان صبحي من افضل اللاعبين يعني هي اختلافات في دايما وجهات النظر محمد هاني روح قتاليه اداء متميز ده عمرو ابو زيد محمد هاني رمضان محمد هاني والشناوي محمد هاني بلا منازع يعني الاغلب كاتب محمد هاني اذن في محمد هاني رمضان صبحي سليف كوليبالي الشناوي سليف كوليبالي بالرغم ان هو عارف الشناوي وطبعا قبل كل دول الجمهور يا كابتن اسامه سليف عشان يعني اداؤه وروحه يعني واحد بالرغم ان هو عارف ان هو ممكن ما يكملش الفتره اللي جايه مع النادي الاهلي لكن اداؤه وروحه كمان في مباراه سموحه مباراه سموحه كمان بيقدم مباراه هايله والنهارده برده نفس التركيز ونفس القوه في ادائه تمام اذا هناك اربع لاعبين الجمهور هو دايما هو الاساس بتاعنا هو الافضل في كل شيء اربع لاعبين محمد هاني رمضان صبحي سليف كوليبالي محمد الشناوي الاربع لاعبين دول حضراتكم تختارون يعني التعليقات اللي جايه هنقراها في الجزء الاخير من الحلقه عايزكم بقى تكتبوا واحد معين يعني تحاولوا مثلا كلكم محمد هاني كلكم رمضان صبحي كلكم سليف كوليبالي عشان برضو يبقى اختيار من الجمهور ما يبقاش احنا لنا علاقه وهسال طبعا الكباتن في نهايه المباراه خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم طيب بالراحه طيب يا سيدي ماشي طيب نكمل بقى مع حضراتكم ماذا حدث في المباراه كابتن ماهر زي ما كنا بنتكلم عن التغير الذي حدث هل حضرتك ملموس تغير ملموس من الواضح واضح بس ملموس. الناس شايفه ان في ممكن افضل من كده هو جاي ان شاء الله المباراه ما احنا مباراه السموحه اتنقلنا في الشوط الاولاني عاملينه شكل كويس جدا هايل وبعدين الشوط الثاني واحنا قلنا يمكن اللياقه البدنيه هي يمكن هي اللي فرقت شويه لعيبه النادي الاهلي لكن النهارده واضح ان في شغل ملموس بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين داخل الملعب كيف يمكن التغلب على نقص اللياقه البدنيه اذا كان هناك او مش نقص بقى اللياقه البدنيه نسميها اجهاد على حسب توصيف المدرب العام كابتن محمد يوسف بص التنظيم انك تبقى منظم داخل الملعب خطوطك كلها متقاربه ما تبانش انك عندك مساحات الخصم يقدر يشتغل عليها يمكن النهارده بس فقدنا في وقت من الاوقات فقدنا جزء كبير جدا من التنظيم يمكن خاصه بعد ما سجلنا الهدف عشان كده كان خمس دقائق بالظبط ال 10 دقائق دول فقدنا التنظيم يعني انت بتسيب مساحات للخصم يشتغل عليها الرقابه ما بتبقاش مظبوطه التغطيات في بعض الاوقات ما بتبقاش متقنه او تتعمل بشكل جيد جدا عشان كده لقينا فرقه فيتا كلوب في وقت من الاوقات دخلت معانا الجيم دخلت معانا المباراه كانوا قدروا يسجلوا فانت في وقت من الاوقات وارد جدا لان كره القدم انت مش هتعمل كل حاجه في الماتش والفرقه اللي قصادك مش هتشتغل خالص لا الفرقه اللي قصادك برده هتشتغل لانها فرقه منظمه عندها امكانيات فرقه برده عندها خطوره عندها لياقه بدنيه عندها لعيبه عندها مهارات عاليه جدا فطبيعي ان هي في وقت من الاوقات هي هتبادلك الهجوم وده وضع طبيعي في كره القدم دي الحاجه الصحيه جدا فالنهارده النادي الاهلي لما تكون وصلت لحاله الاجهاد لازم تبقى خطوطك قريبه من بعضها لازم التنظيم بتاعك في الملعب يكون واضح وملموس اللعيبه كلها خطوطها قريبه تتحرك بشكل كتيم واحد المسافات انت عارف دايما يا اسلام وانت بتلعب ما تمطش الملعب بشكل كبير طول ما انت حتى هتتعب بالظبط طول ما انت كلاعب يعني هتتعب ما تمطش الملعب بشكل كبير طول ما انت عندك حاله من الاجهاد فالنهارده النادي الاهلي عشان يتغلب على القصه دي لازم يبقى في حاله جيده جدا وحاله كبيره جدا من التنظيم داخل الملعب خاصه التنظيم الدفاعي عشان ما تخترقش انت تلعب في افريقيا الفرقه عندها سرعات كبيره جدا هتهاجمك بشكل كبير جدا طول ما انت خطوطك قريبه من بعضها طول ما اللعيبه قريبه من بعضها طول ما انت شايف اللعيب اللي قدامك وقادر ان انت تتحرك او تضغط عليه او حتى تلعبه كمان ما اعتقدش ان الفرقه اللي قدامك هتبقى بتمثل خطوره عليك هي دي الحاله الوحيده اللي النادي الاهلي محتاجها الفتره اللي جايه تمام الفصل جاهز بس يا كابتن اسامه فنطلع فصل وبعد الفصل ارجع لكابتن اسامه حسني ونستكمل تحليلنا لهذه المباراه بعد هذا الفصل
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. ثلاث نقاط هامه جدا في بدايه مشوار النادي الاهلي بفوزه على فيتا كلوب الكونغولي بهدفين مقابل لا شيء. كابتن اسامه، عايز اسال حضرتك عن زي ما اتكلمنا قبل كده مع بلال، احنا اتكلمنا عن ان مروان محسن مصاب وبالتالي سيتم في حاجه هتحصل الفتره اللي جايه. هل من الممكن عوده مثلا صلاح محسن يجي يلعب على طول ولا لازم نصبر عليه شويه؟ انا ما اعتقد صلاح محسن ممكن ما يلحقش المباراه الجايه اللي هي الجزائر. مباراه الجزائر بعد ست ايام دي يعني صعب انك تجيبه وتلعبه في مباراه في الاجواء دي، وكمان هو بدنيا مش هيكون جاهز. على ما اعتقد يعني ممكن اللي يكون اقرب، خاصه اللي رجع يعني بدا يتمرن مع الناس اللي بره المباراه في الكوره، هو سعد سمير. ممكن انا بتكلم على راس حربه. ممكن حسام عاشور يكون موجود، يعني ممكن يعني يدخل مع الفرقه. لكن انت طبعا المباراه الجايه يعني لا محاله برضو بتلعب بدون المهاجم بتاعك سواء وليد ازارو او صلاح محسن او النهارده باصابه مروان محسن. لكن انت لعبتها في مباراه سموحه، خلاص عملت بقى المهاجم الوهمي، يعني ما عندكش مهاجم وغيرت طريقه اللعب وبقى عندك يعني ثلاثه قدام، ثلاثه كان جيرالدو، ممكن يبقى في رمضان صبحي، في حسين الشحات، في وليد سليمان، وبيبقى بقى حريه التحرك، مين اللي بينزل مين اللي بيكمل. فلكن مباراه زي بتاعه الجزائر دي مهم انك بقى تلعب تغير طريقه لعب، تلعب بثلاثه في نص الملعب ولازم تقفل نص الملعب خاصه. برافو عليك، ده كان سؤالي اللي جاي بقى. يعني هنعمل ايه في موضوع نص الملعب؟ لان احنا ما زال هناك نسبيا الدنيا بطيئه شويه في وسط الملعب. ما انت عشان دايما طول ما انت عندك متحكم في نص الملعب وفريق نص الملعب تقدر تتحكم في المباراه. لما كنا بنشوف كارتيرون وكنا هنا في قناه الاهلي شفنا كل مباريات كارتيرون سواء بره مصر او جوه مصر، كان دايما بيلعب باثنين ارتكاز وبيلعب بطريقه اللي ما بيغيرهاش 4-2-3-1. لسه هنشوف بقى لاسارتي هل برضه هيلعب بنفس الاسلوب 4-2-3-1 ولا ممكن يحط ثلاثه في نص الملعب ويغير طريقه اللعب ل 4-3-3. ده لسه هنشوفه حسب برضه الاوراق اللي عنده اللي هتبقى جاهزه. لكن انت لما بتتكلم دلوقتي على الورق اللي جاهزين عندك، لا انت برضه ممكن تبقى رمضان صبحي، ممكن يبقى عندك وليد سليمان، يبقى عندك حسين الشحات، وما يبقاش فيه مهاجم اساسي، وبتلعب برضه انك بتطلع بالكره من تحت على ان يعني واحد من الثلاثه دول بعد اصابه مهاجم وهمي. يعني المهاجم ما هي انت مضطر للوضع ده. يعني انت مضطر، لكن النهارده يعني لو انت عندك واحد من المصابين المهاجمين هيديك حلول، طبعا يديك حلول كبيره، يبقى واحد عندك محطه تقدر تطلع عليه، تقدر يمثل خطوره. لكن يعني بالتالي يعني وليد سليمان يعني ادوها في مباراه سموحه بشكل كبير. حسين الشحات النهارده وجوده كمان في القائمه الافريقيه يقدر يعني يقدر يعمل الدور اللي جيرالدو عمله في سموحه، يقدر يعمله في مباراه الجزائر. لكن انت بقى مضطر يعني للاسف كمان، يعني انت طول ما انت ماشي في البطوله الافريقيه، علشان هرجع برضه لحته ثانيه كابتن اسلام، حته الاعداد البدني من اول الموسم والاندمان حط للاسف احمال كانت سيئه للنادي الاهلي. انت كان عندك توقف كويس فتره كاس العالم، تقدر تحط فيها احمال انك انت دايما كمعد بدني بعرف الخريطه اللي انا بشتغل فيها على مدار الموسم كاملا. فبقدر احط الاحمال اللي تقدر توقف اللعيبه. دايما بنقول فتره الاعداد يا كابتن ماهر ان هي دي اللي بتوقف اللعيب طول الموسم على رجليه. النهارده الاصابات ظهرت في اول شهرين او اول ثلاث شهور. يعني غالبا الاصابات لو ظهرت في النص الاخير من الموسم هنقول خلاص دخلنا في مرحله الاجهاد، او ده النهارده في تحميل زياده على اللعيبه من النقود. لكن انت الاصابات بدات تظهر من بدايه الموسم، يبقى اذا عندك في المنظومه بتاعت اللياقه البدنيه بتاعت الاندمان كان فيها خلل من الاول. فعشان كده بنشوف كم الاصابات العضليه. يعني محمد محمود لما اتصاب النهارده ممكن يبقى، او اجاي قبل كده ده مفصل النهارده مثلا ركبه، خلاص ده حسد ده قضاء وقدر ده بتاع. لكن النهارده كم الاصابات العضليه صلاح كل اللعيبه او اجهاد في الشوط الثاني، او اللي كان دايما بيميز النادي الاهلي عن اي فرقه او بيحقق مكسب الشوط الثاني، دايما انت واقف على رجليك دايما في المكسب في الدقيقه 90، فده بدا يقل شويه. فالنهارده لو رجعنا هنقول الاندمان يتحمل جزء كبير، فدي النقطه اللي هيبدا دايما هيعاني منها النادي الاهلي طول مشواره في الموسم ده. طبعا انت النهارده عندك يعني معد احمال بدني مع مارتن نصرتي، اكيد كل اربع ايام مباراه هيقدر يشتغل ممكن شغل معين، يقدر يفوق اللعيبه ثانيه ويوقف اللعيبه. لكن كان الاحمال من بدايه الموسم كان فيها خطا. لكن النهارده برضو يعني لو اتكلمنا على مكسب النهارده ده مهم جدا قبل ما تروح جزائر. النهارده قدر كنت تعادل ولا حاجه كنت تدخل بقى في حسابات ثانيه زي الموسم اللي فات او زي البطوله اللي فاتت. فالنهارده مكسبك النهارده
بيديك دفعه للتواصل بعد كده ان شاء الله. كابتن ماهر، عايز اسال حضرتك عن رايك في مستوى حسين الشحات في اولى مبارياته مع النادي الاهلي ومبارياته الرسميه مع النادي الاهلي. الحمد لله ربنا يعني نجانا النهارده، كنا قلقانين جدا عليه. موضوع الاصابه ده طبعا عمليه مقلقه طبعا، لكن حسين لعيب يعني من اللعيبه من مفاتيح اللعب اللي تساعد بشكل كبير جدا تكتيكيا، لان هو عنده مهاره وعنده سرعه وعنده اختراقات وعنده مساعده ومسانده بشكل كبير جدا. حسين شفناه مع العين الاماراتي في انديه ابطال العالم، كان ظهر بمظهر مميز. انضمامه للمنتخب مستر اجيري اضافه اداره الثقه في المنتخب بشكل كبير. لكن احنا بالنسبه لنا اسلام في الحته التلت اللي قدامني ده محتاجين العناصر دي. السرعه والقوه والمهاره، لان كل دي العناصر بتبني عليها التكتيك اللي بيبدا يشتغل عليه صح. فالنهارده حسين بصراحه مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. زي ما قال اسامه، العامل البدني هيساعدنا بشكل كبير حتى رمضان. يعني رمضان جاي بيجي مباراه الاخرى لعب اطول شويه بصراحه، يعني كل ما هندي رمضان كل ما هنحس بقيمه رمضان. وكنا بنتكلم على رمضان حته بس انهاء الهجمه دي، هتيجي اللياقه البدنيه هتساعده بشكل كبير جدا. هو عنده ثقه بشكل كبير، هيقدر الحته الاخيره دي يقدر ينهيها بشكل جيد. فانت النهارده عندك مفاتيح رمضان صبحي، وعندك الشحات، وعندك وليد سليمان، ودول كلها لعيبه صعب انك انت تمسكها بلغه المدافعين بقى. صعب انك تمسك اللاعب اللي هو عنده سرعات وعنده رؤيه وعنده مسانده وعنده مساعده، بيعرف يجيب جول، بيعرف يجيب جول وعنده مهاره. يعني الثلاثة دول او الرباعي اللي احنا بنتكلم عليه، حسين الشحات بيعرف واحد واحد يفوت امتى. لما بيبدا يزنق يبدا يساعد ويساند، لما بيروح على الدبل باص او الوان تو بيعرف يختار الوقت المناسب اللي بيشتغل فيه. فدي كلها لعيبه مميزه محطوطه في الجزء اللي قداماني. دي مقاومات الجزء اللي قداماني الهجومي، انك انت لازم يبقى عندك التنوع بكذا شكل من اشكال هؤلاء اللاعبين. الحاجه كمان الجميله اسلام ان احنا في مباراه سموحه ما عندناش راس حربه. وكل واحد يقول لك طب هنلعب ازاي؟ طب هنتحرك ازاي؟ طب هنبني ازاي؟ طب هنسند ازاي على عدم وجود راس حربه؟ قدر الراجل لسرتي بصراحه ان يحلها بشكل كبير جدا بوليد. وهو وليد افضل لعيب ممكن يحل لك الجزئيتين دول. فوليد كان بيشتغل بالمهاره والفكر اللي ربنا مديهوله، اللي بينزل عشان يفضي المساحه ديت يقدر يطلع فيها نصر ما شفناها. ودي كانت جمله من ضمن الجمل الجميله اللي كانت جديده علينا في العمق بالذات، قدر مستر لاسارتي ان هو يضيفها بشكل جيد. بس انا عايز ارجع لك لحته الاجهاد. الاجهاد ده عشان نقدر يعني نقدر نقاومه بشكل كبير جدا. نمره واحد الراحه السلبيه للاعبين اللي هي الاستشفاء اللي احنا بنتكلم عليها. تاني حاجة كمان تقدر تساعد اللعيبة حتة الساونا والتدليك والكبات، طبعا عارفين حمامات التلج اللي بيستعملها اللعيب بسرعة عشان ترجعك بأسرع وقت. دي أهم حاجة. التغذية كمان مهمة جدا. صح. والراحة جداً. الراحة وعدم السهر مهمة جدا عشان تنام 8 ساعات 9 ساعات، واخد بالك، تحس انك انت قايم فايق. النقطة التانية أسامة اتكلم على الاكسرسايز، يعني التدريبات، لازم التدريبات اللي فيها العاب صغيره، حاجات اللي فيها ترفيهيه، الحاجات اللي فيها سمول سايد جيم، التقسيمات الصغيره 5 ضد 5 6 ضد 6، ما بقاش فيها نوع من الاجهاد على اللاعبين. اخر حاجه التدوير، الكباتن اتكلموا على التدوير، لازم يبقى المدير الفني عنده رؤيه مستقبليه وعنده رؤيه ويتنبأ ان النهارده اتضرب مني اهم راسين حربه مروان محسن وازارو. طب هحلها ازاي؟ خلي بالك في النقطه دي عندك فرصه كابتن ماهر، ممكن عمرو جمال برضه، هل ممكن يتم قيده برضه؟ دي لسه حسب الرؤيه. عندك اجايي لعب برضه مهاجم قبل كده، فانت عندك البدايل اللي ممكن تدخلها. واجايي اتمرن مع الفرقه دلوقتي يعني خلاص بشكل الحمد لله، لعب ماتشات وديه كمان، وعندك عمرو جمال برضه مهاجم صريح، فانت ممكن تأيده وعندك فرصه انك تدخل العناصر دي. انا بشوف برضه طريقه اللعب نفسها داخل الملعب يا اسلام ليها عامل مؤثر او ليها عامل اللي هو فكر المدرب بالظبط، حته ان ازاي انا ادور اللعيبه عندي من غير
يعني ادور طريقه اللعب يعني من غير المهاجم الصريح بالنسبه لي. يعني انت النهارده اوقات كتيره جدا انت بتضطر كفرقه من الضغط اللي عليك انك تلعب كره طويله. فالنهارده في ظل عدم وجود فيرويد او سترايكر صريح او رقم 9 هتضطر ان انت تلعب الكرات الارضيه، هتضطر ان انت تشتغل على عمليه الاستحواذ يا سام، هتضطر ان انت تضطر تشتغل على عمليه تدوير الكره بشكل كويس جدا، انك انت تعتمد على السرعه على المهاره مش بس على الكرات الطويله. لان انت المباراه اللي جايه لو اشتغلت بوليد سليمان كراس حربه صريح او حتى ايا كان الاسماء اللي موجوده على الساحه هنا واشتغلت على الكرات الطويله هتبقى هتفقد بشكل كبير جدا شخصيتك في الملعب. مظبوط. ودي حاجه ما نتمناش ان النادي الاهلي يشتغل عليها. احنا نتمنى ان احنا نشتغل في نص ملعب، نعمل الكثافه العاديه بتاعتنا في نص ملعب، نشتغل على المهاره ونشتغل على السرعه، نشتغل على عمل المهاره للعيبه على اطراف الملعب وعمل السرعه، ونبقى عندنا بس الزياده العاديه في نص ملعب بحيث ان احنا ما نضطرش في وقت من الاوقات او اوقات كثيره ان احنا نشتغل على الكرات الطويله، الكرات العاليه، لان لو اشتغلنا على الكرات العاليه هيبقى النادي الاهلي هيتخنق في نص ملعبه، الكره هترتد بسرعه جدا، بتلعب بره ملعبك ودي اجواء هتبقى صعبه جدا جدا. خد بالك لازم نفرق برضه بين اللعب داخل مصر هنا واللعب خارج مصر، الموضوع مختلف تماما، وكل الناس تعي الكلام ده، تلعب بره ملعبك الامور بتبقى صعبه عليك جدا، الفرقه بتبقى ضغط عليك، الجمهور طبعا بيضغط والفرقه بتضغط والحماس موجود اعلى بكتير جدا، خاصه ان هم بيلعبوا النادي الاهلي. فكون ان انت تشتغل ازاي انك انت تعلم اللعيبه او تدرب اللعيبه او تشغلهم على ان هم يلعبوا الكره من رجل لرجل، ده مهم جدا، وتعتمد على المهاره والسرعه اللي موجوده عندك. غير كده لو لعبت الكرات الطويله والكرات العاليه هنفقد كتير جدا من هتفقد كتير جدا من شخصيه النادي الاهلي داخل الملعب. فاتمنى المباراه اللي جايه، لان انت ما عندكش وقت انك تستدعي فرقه، ما فيش فرقه هيجي بسرعه، مش هترجع حد، ممكن حته زي ما قال اجيه عمرو جمال، تحط عمرو جمال اجيه لم يتم قيده حتى الان يعني، ولكن من الممكن يعني ضمن البدائل ممكن يعني بس اعتقد هتبقى صعبه في ظل التوقيت بعد الاصابه دي كلها. التوقيت قصير مش كبير، فهتشتغل بطريقه اللي اشتغلت بيها في سموحه بس. لو اشتغلت في سموحه لازم تشتغل بقى على المهارات الفرديه يا كابتن بتاعك، لازم تزود في نص ملعب، ممكن تلعب. انت عارف انا عجبني ايه يا بلال؟ انت عارف انا عجبني ايه؟ عجبني ان هو عنده عمل تكتيك في الكرات الثابته، يعني الكره بتاعت وليد سليمان دي الحلول عنده، ده من ضمن الحلول. صحيح. يعني انت ممكن تكسب المباراه، اي مباراه ممكن ان انت تكسبها. صح. خصوصا لما بتلعب، وانتوا عارفين طبعا كلكم ان لما بتلعب في شمال افريقيا الحاجات دي بتفرق كتير طبعا، الحاجات اللي هي الكرات الثابته والحاجات دي اللي بيتعمل فيها تكتيك. اتفضل يا اسامه. النهارده في نقطه مهمه جدا برضو عايزين نشيد بصادق السلمي حكم المباراه، رائع. خلي بالك الهدف الثاني بتاع النادي الاهلي من ركله جزاء كريم ندفد نفس ركله الجزاء في سموحه، ويا ريت تكون معانا لو سمير يجيبها لنا بتاعه جيرالدو. جيرالدو اول ما راح وحط ابو جبل ايده في الكوره هي نفس اللعبه. صح. بس احنا بنهدي برضو يعني لجنه التحكيم الكره دي والكره دي، هي نفسها. صح. وكانت برضو نتيجه المباراه في النادي الاهلي على ما اعتقد برضو كانت 1-0. كابتن محمد عادل غاضع ركله الجزاء دي الاولى دي. لا دي الاولى. هات لي الثانيه بقى يا سمير. الثانيه بتاعت جيرالدو العرقله اللي راح اللي فيها عرقله، ركله جزاء صحيحه. هي دي النتيجه كانت 1-0 للنادي الاهلي النهارده، الحكم حسبها برضو. في ماتش سموحه نفس الكوره الحكم تغاضى عنها. طب ليه؟ طب النهارده لو انا شايف، وخلي بالك النهارده كان في حكم خامس في مباراه سموحه، حكم كمان رؤيته شايفه، حامل الرايه واقف، كابتن محمد عادل واقف. فانت النهارده عندك الرؤيه يعني اكبر، فهي نفس اللعبه انا بس افتكرتها. ف هي دي بتاعت جيرالدو. بص هي بتاعت كريم ندفد بالظبط، هي بالظبط. كابتن محمد، وكان على ما اعتقد هنا الاهلي كان متقدم 1-0 برضه، نفس ظروف المباراه النهارده، انت متقدم 1-0 لكن صادق السلمي لازم نشيد بيه على ركله الجزاء النهارده، ممكن ما يكونش حسبها، هو اتاخر فيها، فاداله المساعدين بتوعه النهارده، هو اتاخر لما سمع في السماع اتاخر ورجع للعبه تاني، فالنهارده لازم نشيد بيهم. بس يعني بنفكر بس لجنه الحكام بالحته الصغيره دي، واداءه طوال المباراه طبعا كان هادي في قراراته. حتى في الطرد الراجل بتاع فيتا كلوب ما اعترضش، خرج انذارين ولا طرد على طول؟ انذارين بس الانذار كان واقع منه. تقريبا. لا بجد مش تقريبا، الناس فاكره بتضحك عشان كده خرج الكارت الاحمر اعتقد. تامر شعبان بيقول محمد هاني، رمضان صبحي، وليد سليمان، علولو، ايهاب كامل او كميل بيقول محمد هاني، محمد بيقول محمد هاني، كوكي محمد هاني، محمد هاني، محمد هاني، مصطفى عثمان، مصطفى عثمان، محمد هاني، عبد الرحمن اشرف، رمضان صبحي، عماد عبد الحميد، محمد هاني رجل المباراه، احمد مصطفى، محمد هاني ونفسي مؤمن وصالح يتأيدوا. احنا كلنا نفسنا كل اللعيبه تتأيد الحقيقه، لكن هو انت مرتبط بعدد معين وباختيارات المدير الفني طبعا. حماده عمار، محمد هاني، محمد هاني يا كابتن،
ياسر بيقول رمضان صبحي، فتحي بيقول خلاص يبقى محمد هاني، ماشي يا سيدي. باسم ناجي بيقول محمد هاني، عمر محمد لطفي بيقول محمد هاني. اه محمد هاني بصراحه، يبقى هو جمهور الاهلي وبعد كده محمد هاني. اه يعني اه طبعا. وبعدين خلي بالك، ما هو مين اللي اختار محمد هاني؟ جمهور الاهلي. جمهور الاهلي دلوقتي دخل شويه، معلول، محمد هاني، محمد هاني الشناوي للتصدي الرائع زي ما حضراتكم قلتوا. لكن محمد هاني الحقيقه البرنس. برنس بيقول لك يعني حرام لو خرجت بره محمد هاني او ايمن اشرف دون تعصب. علي معلول ده تلاقيه تونسي اللي كاتب كده، لكن هو علي طبعا كان جيد في هذه المباراه. مجدي طلعت بيقول محمد هاني، خلاص يعني محمد هاني. محمد هاني محمد هاني محمد هاني لان في نقطه احنا اجمعنا عليها وقلنا، قلنا اسلام ان محمد هاني النهارده واضح قوي ان هو من بدايه المباراه عنده شخصيه والتحاماته كلها قويه، واحنا اجمعنا قلنا سبب دخوله كالمباراه السابقه طبعا كقلب دفاع زودته وجمدت له قلبه بشكل كبير. فالنهارده بيأدي مباراه يعني يستحق الحقيقه ان يكون هو الافضل على مدار المباراه بالكامل. يعني هو حتى كتب على تويتر دلوقتي وقال الحمد لله، يعني واضح ان هو برضو مبسوط يعني. طبعا طبعا لا حقه، بيحس بنفسه صح طبعا، يستاهل بيحس بنفسه. وبعدين لما بيحس ان كل الناس اجمعت على انه راجل المباراه بصراحه يعني تقريبا استوديو تحليلي، فبيبقى طبعا ثقته كبيره جدا. معانا ايه على الشاشه؟ هو محمد هاني بعد المباراه مسك التليفون على طول وكتب الحمد لله على تويتر. مهم جدا طبعا ان انت ايضا لاعب النادي الاهلي محمد محمود بيقول مبروك يا رجاله. تمام، شوف لنا اللعيبه بقى على تويتر يرجع بسرعه. محمد هو قاعد على السرير بقى كتب مبروك يا رجاله، لانه الله يكون مبروك عليه يعني. كمان يعني مبروك عليه طبعا، هو احد المساهمين مهما كان يعني. لا اللي يعني تعليقات كثيره جدا وجايه كلها تقريبا في صالح محمد هاني. خلينا نروح برضو نشوف نتائج مباريات الجوله الاولى في دوري ابطال افريقيا. لوبي ستارز طبعا مباريات امبارح كانت لوبي ستارز ونيجيريا فاز على سان داونز بهدفين مقابل هدف وحيد. حوريه كوناكري من غينيا تعادل مع الترجي الرياضي التونسي بهدف لكل فريق. الوداد الرياضي المغربي طبعا الفرق اللي بنقولها الاول هي اللي بتتلعب في ملعبها المباريات. الوداد الرياضي المغربي فاز على اسك ميموزا 5-2. بالمناسبه اسك ده كنا بنروح الماتشات بتاعت اسك لو تفتكروا في ابيجان وايام حضرتك طبعا كانت ايامك انت اصعب كمان، لكن دلوقتي بقى زيه زي اي فريق في افريقيا عالي. وبعد كده دايما بيورد اسك لكل الفرق الافريقيه يعني، يطلع فتره يعمل جيل او تيم كويس وبعد يوصل لنقطه معانا في البطوله الافريقيه يبدا يبيع. هو سياسه اسك كده ومازيمبي كده كمان افتكر ومازيمبي نفسه. النادي الافريقي التونسي هزم من النادي الرياضي القسطنطيني الجزائر بهدف مقابل لا شيء. يوم السبت اللي هو النهارده بلاتينيوم زيمبابوي فاز او تعادل مع اورلاندو بايرتس تعادل سلبي. مازيمبي الكونغولي فاز على الاسماعيلي النهارده. برضو حاجه غريبه جدا، مباراه النادي الاسماعيلي طرد في نهايه المباراه او في نهايه الشوط الاول وضرب الجزاء لصالح النادي الاسماعيلي اهدرها باهر، ولكن هزيمه غريبه 10 لاعبين يا كابتن ماهر ضد 11 لاعب، وهزيمه للنادي الاسماعيلي في الدقيقه 83 والدقيقه 86 هدفين. قدر مازن بياخد اول 3 نقاط في هذه المباراه. انا بقول هارد لك للاسماعيلي طبعا. واضح نادي الاسماعيلي السنه دي بالذات يعني السنه فاتت كان وصيف الدوري كان بينافس بشكل كبير جدا. طبعا بيع اللاعبين المميزين حوالي 6 لعيبه اثروا معاه بشكل كبير، ما قدرش يعوض حتى في الاستخدام المرحله الشتويه ما عوضش بلعيبه مميزه للنادي الاسماعيلي. بقول يا اسلام يمكن النادي الاسماعيلي خبرته في البطوله الافريقيه يعني هيحتاج وقت شويه. هيحتاج وقت شويه. المجموعه دي بالذات المجموعه اللي موجوده عليها لعيبه النادي الاسماعيلي. سيمبا التنزاني وفوزه على شبيبه الثوره الجزائري 3-0 لا شيء. طبعا دي مجموعه النادي الاهلي المجموعه الرابعه.
أما النادي الأهلي المصري ففاز على بيتا كلوب الكونغولي بهدفين مقابل شيء، وكان من الممكن أن يكون مهرجان للأهداف طبعا في هذه المباراة، ولولا الظروف وما حدث أثناء المباراة، لكن في النهاية 3 نقاط غالية جدا للنادي الأهلي. عايز أقول لحضراتكم ترتيب المجموعات. المجموعة الأولى الوداد المغربي في المركز الأول ب3 نقاط، ولوبي ستارز النيجيري في المركز الثاني أيضا ب3 نقاط، سان داونز وأسك ميموزا الثالث والرابع ب0 نقاط. أما المجموعة الثانية فحورية كوناكري الغيني بنقطة واحدة في المركز الأول، الترجي نقطة واحدة أيضا، بلاتينيوم في المركز الثالث نقطة واحدة، أورلاندو بايرتس وفي المركز الأخير بنقطة واحدة. أما المجموعة الثالثة مازيمبي في المركز الأول مع النادي الرياضي القسطنطيني من الجزائر بكل فريق له من النقاط 3 نقاط، ثم النادي الإفريقي والنادي الإسماعيلي ب0 نقاط. المجموعة الرابعة والأخيرة سيمبا في المركز الأول ب3 نقاط، والأهلي في المركز الأول أيضا ب3 نقاط، ولكن سيمبا أحرز 3 أهداف ونادي الأهلي أحرز 2، عشان تشوفوا زي ما كابتن بلال قال إن حتى الترتيب بيفرق في أو الأهداف، أنا آسف، بتفرق في الترتيب حتى لو في الأول كده. يعني لو النادي الأهلي كان جاب الجون الثالث كان الترتيب هيبقى الأول لأنه هو أعلى من سيمبا في التصنيف. يعني فيتا كلاب وشبيبة الثورة في المركز الثالث والرابع بدون نقاط. ألف مبروك طبعا، 3 نقاط هامة جدا للنادي الأهلي. كابتن ماهر لو عايز تقول حاجة سريعة جدا للنادي الأهلي. لا، بنبارك للنادي الأهلي وجمهوره ومجلس إدارته واللاعبين، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله مباراة الثورة الجزائري إن احنا نحقق المكسب التالي ب3 نقاط إن شاء الله. كابتن بلال مبروك طبعا النادي الاهلي، مبروك جمهور النادي الاهلي، بحيي جمهور النادي الاهلي راح النهارده المباراه واذن النادي الاهلي في ظل الجو العصيب، جو هناك اكيد صعب جدا جدا جدا، ولكن ده يدل على قيمه وقدر وحب جمهور النادي الاهلي لناديهم ومدى مؤازرتهم. الاوضاع صعبه جدا، الجو صعب جدا يا كابتن، ومع ذلك يعني الجمهور كان متواجد بشكل جيد جدا وكان بيشجع طول المباراه، وده العنصر المهم والاساسي، وان شاء الله اللي هيكون العنصر المكمل باذن الله تعالى لنصره النادي الاهلي، وان شاء الله انه يحصد النادي على البطوله باذن الله، يكون لجمهور النادي الاهلي دور كبير باذن الله في البطوله دي ان شاء الله. كابتن اسامه نشكر طبعا الجمهور اللي حضر النهارده وبنحييه طبعا، وكان هو يعني مشارك في مكسب النهارده. بنبارك للجماهير وبارك للعيبه والجهاز الفني، مكسب مهم في بدايه المشوار، نتمنى ان شاء الله يبقى في مزيد من الانتصارات خلال الفتره الجايه باذن الله. اشكركم شكرا جزيلا، انا بشكرك كابتن ماهر، اشكرك كابتن بلال، اشكرك كابتن اسامه، وان شاء الله نلتقي في مباريات قادمه، وفوز جديد للنادي الاهلي ب3 نقاط هامه جدا في بدايه دوري المجموعات في دوري ابطال افريقيا، 3 نقاط هامه جدا جدا في بدايه المشوار. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي يوم الثلاثاء على ما اعتقد في ملعب الاهلي مره اخرى، وان شاء الله تكون هيكون معانا مباريات الدوري العام المصري. طبعا النادي الاهلي لن يلعب مباريات في الدوري العام خلال هذه الفتره، وبالتالي هنكون مع حضراتكم عشان نتكلم شويه عن بقيه فرق الدوري العام في ظل غياب النادي الاهلي. بشكر حضراتكم، وان شاء الله نلتقي مره اخرى يوم الثلاثاء القادم.